عندي كثير من الامراض التي يمكن الوقايه منها باللقاح، وهي من امراض الطفوله القاتله، وهو يعني احد الامراض التي قامت وزاره الصحه العامه والسكان بتوفير اللقاح او كيف. طيب الان كيف نستطيع احتواء هذا الوضع؟ كيف نستطيع احتواء انتشار المرض؟ يعني معالجه جميع الحالات وان شاء الله ما عاد يكون في وفيات. ايوه، في من خلال عده خطوات. اولا ندعو جميع الاباء والامهات من خلال قناتكم الكريمه الى تحسين اطفالهم. اللقاحات موجوده امنه مجانيه في جميع المواقع الصحيه، وهو الخط العلاج الاول. هذا المرض قاتل لكن يمكن الوقايه منه باللقاح، هذا الخط الاول. الخط الثاني، اي حاله اشتباه يتم الابلاغ عنها ونقلها الى اقرب موقع صحي. وهنا هناك اقسام عزل في المستشفيات، من خلال هذه الاقسام يتم معالجه الحالات هذه. هنا بعض الحالات تاتي في مراحل حرجه ومتاخره، وهنا يصعب معالجتها. في الحالات المبكره يمكن معالجتها. ايضا الوقايه، وهي اهم شيء، عمليه الوقايه من هذا المرض القاتل وغيره من امراض الطفوله. هناك اشاعات غير صحيحه ضد اللقاحات انتشرت، خصوصا منذ ان تم توفير لقاحات كوفيد. انتشرت لقاحات او اشاعات غير صحيحه حول اللقاحات، جعلت بعض الاباء يعزفون عن تحسين اطفالهم. وهذا الامر ادى الى عوده، كما ذكر تقريركم، عوده كثير من الامراض التي ربما كانت لم نعد نسمع عنها خلال من عقد من الزمن، لكنها للاسف الشديد عودت بالظهور بسبب اولا عدم تحسين الاطفال، ثانيا ان ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها تمنع تنفيذ اي حملات تحسين. هذه الكارثه الاخرى، ان هناك حالات تاتي من مناطق سيطره الحوثي. طيب الوقايه تنتشر في مناطق الوقايه اولا من خلال اللقاحات، من خلال التحسين. دكتور عارف، اللقاحات من عام كم؟ نعم. من عام كم اللقاحات الان بالنظام الجديد عبر وزاره الصحه العامه والسكان رفعت الى 5 سنوات. اي طفل عمره يعني اقل من 59 شهر هنا يعطى اللقاحات. كان قبل اللقاحات تعطى الى عامين، ولكن الان تم رفع نظام برنامج التحسين الروتيني الى 5 سنوات، نظرا لان عدد الاطفال في هذه الفئه العمريه الذين لم يحصلوا على جرعات اللقاح خلال ال5 سنوات الماضيه كان عدد كبير. ابرز الاجراءات الوقائيه اضافه الى اللقاح، الابلاغ اي حاله اشتباه يتم نقلها الى اقرب موقع صحي، اضافه الى ابلاغ ترصد الوبائي في كل مديريه. ترصد الوبائي في جميع المديريات المحرره تنزل الى منزل الحاله، الى المنزل الذي فيه حاله اشتباه، وتاخذ عينات ويتم ارسالها الى المختبر. كيف يبلغوا الترصد الوبائي؟ في كل مديريه، في كل مديريه عبر مكاتب الصحه والسكان. هناك ارقام عبر مدير مكتب الصحه والسكان، عبر مدير الرعايه الصحيه الاوليه، عبر مدير الترصد الوبائي في المديريه.